لو انت موظفة وعايز ترجع البيت تلاقي اكلك جاهز بدون تضييع وقت ومجهود، لو انت في مكان شغلك سواء عندك مكتب او عندك محل او خارجين خروجه طويله ومفيش حاجه تطبخوا عليها ونفسكم تعملوا اكله حلوه تاكلوها بدون وقت وتعب ومجهود، معانا النهارده حله ضغط من ارشيا 12 لتر اشتغل معاك في كل الاحوال، تطبخ لك رز، لحمه، مكرونه، فراخ، بسله، تعمل كيك، تقلوا فيها بطاطس او تقلوا فيها اي حاجه تشتغل معاكم برضو في القلي. الحله 12 لتر فيها 9 برامج، حله بقوه 1600 واط. طبعا زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم الحله بصراحه جميله جدا جدا جدا. دي طبعا الشاشه بتاعه التحكم، فيها الزرار، زرار الستارت وزرار الالغاء، وفيها الزرارين بتوع تزويد الوقت، وفيها التسع برامج زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. الحله مزوده بحله جرانيت. قبل ما نستخدم الحله لازم نقرا الكتالوج اللي فيها كويس جدا جدا. الميزه الجميله فيها كمان ان انت هترجعي تلاقي اكلك سخن حتى لو قعدتي وقت طويل جدا، لان الحله اما بتخلص البرنامج بتاعها بتقلب اوتوماتيك على البرنامج بتاع الحفاظ على السخونيه، وده هيتم خلال ساعتين. الدوره دي بتتم 6 مرات على مده تصل الى 12 ساعه. طول ما انت مش موجوده في البيت الدوره دي بتتم خلال 6 دورات، كل دوره ساعتين لمده 12 ساعه. هنقول مثلا مثال بسيط، يعني انت مثلا لو بتخرجي من البيت الساعه 9 وبترجعي من الشغل الساعه 1 والاكل بياخد ساعه 1 في الطهي مثلا، يعني هنأخر الطبخ بتاعنا او هنشغل خاصيه تاخير الطبخ لمده 4 ساعات عشان الاكل يشتغل الساعه 12 ويخلص على الساعه 1، تيجي تلاقي الاكل بتاعك جاهز. احنا مثلا لو احنا شغالين على برنامج معين والكهرباء قطعت وانت مثلا طبعا مش موجوده في البيت والحله شغاله تلقائي لوحدها، الحله فيها ذاكره بترجع تكمل البرنامج بتاعها تاني عادي خالص جدا. الحاجات اللي عجبتني في الحله اللي هي خاصيه القلي، يعني احنا ممكن نفتح الحله ونقلي فيها عادي. الحله بصراحه متكامله من جميع النواحي، بتطبخي فيها وبتقلي فيها كمان، يعني انت تعملي فيها كل حاجه، يعني انت اصلا مش محتاجه بوتاجاز. فيها ميزه جميله جدا، ما بتتقفلش الا لما الغطاء بيتقفل باحكام، وبرده وما بتتفتحش بعد الطهي الا لما البخار يخرج كله، لان طبعا انتوا عارفين ما ينفعش نفتح حله الضغط ولسه البخار فيها. طبعا واحنا بنطبخ ما ينفعش نملى الحله للاخر خالص، بيبقى فيها معيار، لازم نسيب فراغ للبخار اللي طالع من الطبيخ. اما بنفتح الحله نحطها على المسند بتاعها تمام، بحيث ان احنا مثلا ما نحطش الغطا في مكان يقع كلام من ده. الجوان بتاع حله الغطا معمول له حاجه كده عشان يفضل ثابت كده في الحله، ما يقعش، يفضل ثابت. هنوريكم الحاجات برضو اللي جايه مع الحله. الحله جايه معاها ستاند البخار، وطبعا جاي معاها ده عشان يساعدك وانت بتشيلي الاتنين دول، هذه مهمه جدا جدا. حط في الحله من ورا تمام. الحله برضو معاها جوان زياده ومعاها معيار صغير. طبعا واحنا بنقفل الحله لازم نتاكد من ان السهمين مقابلين لبعض، وبعد كده هنقفل الحله. بعد كده هنختار معانا البرنامج اللي احنا عايزينه تمام. ده بصراحه دي طبعا لوحه التشغيل، هنا تشغيل، هنا الغاء، هنا التسع برامج، وهنا اللي بنزود بيهم التايمر الوقت. حابين مثلا نختار برنامج معين مثلا برنامج الدجاج، ولو حابين مثلا هنا البرنامج بيدينا 20 دقيقه، لو حابين نزود عادي بنزود هنا من التايمر تمام. لو عايزين برضو نستخدم خاصيه تاخير الطبخ زي ما قلنا، خاصيه التاخير دي بنضغط عليها تمام عشان تشتغل مع برنامج الدجاج، وبنزود، حابين نزود لتحت شوفوا بتوصل لمدة 24 ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربعة، وبعد كده بنضغط أوكي. هي كده شغالة على برنامج التأخير، وأول ما برنامج التأخير بيخلص الساعتين وأربعين دقيقة اللي أنا مثلا مختارهم دول، بتقوم قلبة أوتوماتيك على برنامج الدجاج وبتشتغل في التسخين على طول. لو حابين نلغي خالص بنعمل إلغاء كده، كل حاجة اتلغت طالما النور بتاع الدجاج فصل ونور التأخير فصل. طبعا معانا برنامج إعادة التسخين، حابين نسخن الأكل بتاعنا تاني، ومعانا برنامج السمك، ومعانا برنامج الطهي بالبخار. طبعا المصفة بتاعت البخار دي نحط تحتيها مية ونحط الطهي بالبخار نشتغل معاها عادي. الحبوب اللي هي البسلة بقى والمكرونة، وعندنا ورق عنب ومحشي، وعندنا الكيك برضو برنامج الكيك. ده زرار القلاية مثلا لو عايزين نشتغلها قلاية، وده الطهي البطيء، وده الدجاج، وده اللحمة، وده الشوربة والباستا والرز كده. دي الصفارة بتاعة البخار اللي بتخرج البخار كده مقفولة كده، بنرفعها وبعد كده نعملها على تخريج البخار كده، بتخرج البخار كده، تقوم نازلة كده مقفولة ما بتخرجش. ودي طبعا لازم نقفلها ما نفتحهاش في عملية الطبخ عشان الطبخ ما يخرجش البخار بتاعه وياخد وقت اطول في الطبخ. الزرار الاحمر ده زي ما انتم شايفين كده، اول ما الزرار بيطلع لفوق تمام كده بنعرف ان البخار مالي الحلة. اول ما بينزل وبيبان قدامنا ان هو نزل
تمام كده بنعرف ان مفيش بخار في الحلة، وكده بكل امان وبكل سهولة نفتح الحلة عادي خالص. صراحة الحلة محترمة جدا، الديزاين محترم جدا جدا جدا، ربنا يبارك في اللي هياخدها. ده طبعا الخزان اللي قلنا عليه، الخزان اللي بيصفي البخار، بنحطه عادي بكل سهولة هنا، بنقوم حاطينه جوه. هو طبعا في هنا مجرى البخار بينزل او المية بتنزل هنا في الخزان. ان شاء الله الحلة متكاملة، الحلة فيها خواص امان كتيرة جدا، وطبعا هتعرفوا كل ده من الكتالوج ان شاء الله اما تشتروها. الحلة محترمة جدا 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 وعليها ضمان 18 شهر. كان معاكم محمود البيلي من معرض البيلي عادات المنزلية، نشوفكم في فيديو جديد مع منتج جديد. مع السلامة.